بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 43. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في سياق الرد على اليهود والنصارى في دعواهم الباطلة وأنهم اختصوا بالقرب من الله سبحانه وتعالى وأن دينهم هو الدين الصحيح، حتى قالوا للمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي اتركوا دين محمد واتبعوا دين اليهود. اليهود يقولون اتبعوا ديننا، والنصارى يقولون اتبعوا دين النصارى. فأصبحت المسألة عصبية، ليست دينا وإنما هي عصبية وعنصرية. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، نحن وأنتم نتبع ملة إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا، كما قال الله سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قالوا بعد ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناؤه أي المختصون بكرمه وإحسانه والقرب منه سبحانه وتعالى، ونحن أحبابه يحبنا ونحبه. والحق معنا وحدنا، والأنبياء منا، ونحن قبل المسلمين، أنبياؤنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وديننا قبل دين محمد، فنحن مختصون بالله عز وجل دون المسلمين. هذا من جملة دعواهم الباطلة، أنهم زعموا أنهم مختصون بالله دون غيرهم من البشر. قالت اليهود نحن شعب الله المختار، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله قل يا محمد، قل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ تحاجوننا تجادلوننا الله وتزعمون أنكم مختصون بالله دوننا وأنكم عباد الله المقربون دوننا، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟
رب الجميع، وسبحانه رب العالمين، ليس ربا لليهود فقط ولا للنصارى فقط، وإنما هو رب العالمين، ربوبية عامة لجميع المخلوقات، وربوبية خاصة للمؤمنين، لأنه يهديهم ويصلحهم ويعينهم ويسددهم، ربوبية خاصة للمؤمنين من جميع الأجناس، لا من جنس اليهود ولا من جنس النصارى ولا من أي جنس، بل إنه سبحانه رب لجميع عباده المؤمنين، ربوبية خاصة ورب لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ربوبية عامة، وهو ربنا وربكم. وإذا كان ربنا وربكم فلا يحصر الفضل فيكم دوننا، بل يعطينا من فضله سبحانه وتعالى كما أعطاكم، فضل الله لا يتحجره أحد ولا يختص به أحد، فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فليس فضل الله مختصا باليهود، وليس مختصا بالنصارى، وإنما فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، ويصطفي الرسل من عباده سواء من بني إسرائيل أو من غيرهم. الرسالة لا تختص ببني إسرائيل، الأنبياء لا يختصون ببني إسرائيل، بل الله جل وعلا يختار من الأنبياء ما هو أهل لرسالته، وهو أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وربنا وربكم، وهذا مثل قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهو ربنا وربكم، ليس ربا لكم خاص بكم، وإنما هو رب الجميع، كما أنه اختار من بني إسرائيل أنبياء، فإنه اختار من العرب نبيا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فالمسألة ليست مسألة عنصرية، وليست مسألة تحجر لفضل الله عز وجل، بل كل يجازى بعمله. أنتم تجازون بأعمالكم، ونحن نجازى بأعمالنا. فليس عملكم ينفعنا، وليس عملنا ينفعكم، بل كل له عمله، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فالمدار على العمل، وليس المدار على الانتساب والانتماء،
والعصبية، وإنما المدار على العمل. فانتسابكم للأنبياء وقولكم نحن أولاد الأنبياء هذا لا ينفعكم شيئا إذا لم تعملوا عملا صالحا. وكذلك نحن انتسابنا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعنا إذا لم نتبعه ونعمل عملا صالحا. فالعبرة بالأعمال ليست العبرة بالأنساب، وليست العبرة بالانتماء إلى الشخص، إلى النبي، إلى العبد الصالح، وإنما العبرة بالعمل. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فنحن لا نشتغل بالعصبية والعنصرية والانتساب للون أو للقبيلة، وإنما نعتني بالأعمال. فلا يقرب إلى الله جل وعلا يوم القيامة إلا الأعمال الصالحة. لا ينفعك يوم القيامة أنك ابن لنبي أو أنك ابن لعبد صالح، هذا لا ينفعك عند الله، إنما ينفعك عملك. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ثم قال جل وعلا ونحن له مخلصون. أيضا العمل لا ينفع إلا بشرطين. العمل لا يقبل عند الله ولا ينفع إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص لله بأن يكون سالما من الشرك. فإن كان العمل مخلوطا بشرك فإن الله لا يقبله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا شرط وهو الإخلاص لله عز وجل. وأنتم معاشر اليهود والنصارى لم تخلصوا في أعمالكم، بل دخلكم الشرك بالله عز وجل. فاليهود قالوا عزير ابن الله وعبدوا العجل، اتخذوا العجل إلها من دون الله عز وجل، حتى في وقت نبييهم موسى وهارون عليهم السلام عبدوا العجل، وموسى موجود وهارون موجود، عبدوا العجل مع وجود أنبيائهم. فهم لم يخلصوا عملهم. والنصارى عبدوا المسيح، عبدوا المسيح، قالوا المسيح ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل إن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أما المسلمون فإنهم أخلصوا عملهم لله عز وجل وتجنبوا الشرك، فلم يشركوا بالله شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولهذا قال ونحن له مخلصون،
أما أنتم فلستم مخلصين لله بل أنتم مشركون، فلا ينفعكم أنكم تنتسبون إلى الأنبياء وأنتم تشركون بالله عز وجل. الأنبياء يتبرؤون من المشركين، فهذه الآية فيها ثلاثة أمور على وجازتها واختصارها تضمنت ثلاثة أصول عظيمة، وهو ربنا وربكم، هذا واحد، أنه رب الجميع فلا يعتني بطائفة من الخلق ويترك الطائفة الأخرى، بل هو سبحانه يعتني بجميع خلقه. والثانية لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلا ينفعنا ولا ينفعكم مجرد الدعاوى والانتساب إلى الأنبياء بدون عمل صالح. المسألة مسألة عمل، ما هي مسألة انتساب إلى نبي أو إلى عبد صالح، هذا لا ينفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن الأعمال لا تعتبر إلا بالإخلاص لله عز وجل، وأنتم لم تخلصوا لله عز وجل، بل دخل أعمالكم الشرك والغلو في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل الغلو في الأحبار والرهبان، اتخذتموهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أما نحن على الإخلاص، ما عبدنا نبيا ولا عبدنا غير الله سبحانه وتعالى، ما عبدنا وليا من الأولياء ولا صالحا من الصالحين، بل نحن مخلصون أعمالنا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن اتبعنا الرسل، آمنا بجميع الرسل، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن اتبعنا الأنبياء، أما أنتم فلم تتبعوا الأنبياء، بل تركتم ما جاءت به الأنبياء إلى ما اخترعته لكم أحباركم ورهبانكم، اتخذتموهم أربابا من دون الله عز وجل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا دين المسلمين، هذا دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المتابعة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم لا يعملون أعمالا يخترعونها من عند أنفسهم من البدع والمحدثات والخرافات، وإنما يعبدون الله حسب ما جاءت به رسله، لا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل مشتملا على هذين الشرطين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عمل مقبول عند الله نافع لصاحبه. وما خلا من هذين الشرطين أو خلا من أحدهما فإنه عمل باطل، فالعمل الذي فيه شرك باطل، العمل الذي المبتدع باطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ونحن له مخلصون. ثم قال سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هذه مقالة ثانية لهم. مقالة الأولى أنهم قالوا نحن أولى بالله وأقرب إلى الله منكم يا معاشر المسلمين، وقد رد الله تعالى عليها بما سمعتم. مقالة الثانية أنهم زعموا أن هؤلاء الأنبياء يهود على دين اليهود أو على دين النصارى، كما زعموا أن إبراهيم كان على دين اليهود. اليهود يقولون إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إبراهيم نصراني. قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وكذلك من بعده من الأنبياء من ذريته ما كانوا يهودا ولا كانوا نصارى، بل كانوا حنفاء على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هذا كذب. ألم يكن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا يهودا ولا كانوا نصارى، بل كانوا حنفاء موحدين لله عز وجل، مخلصين له الأعمال، متبعين لشرع الله سبحانه وتعالى. فنحن أولى بهم منكم، نحن المسلمين أولى بهؤلاء الأنبياء منكم يا معشر اليهود والنصارى، لأننا على دينهم وقد اتبعناهم. أما أنتم فتنتسبون إليهم من غير تحقيق لاتباعهم والاهتداء بهديهم. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، والأنبياء من ذريته كلهم على التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وعلى الدين الصحيح المخالف لدين اليهود ولدين النصارى، فهم براء كل البراءة من اليهود والنصارى. إذن ماذا بقي مع اليهود والنصارى؟ ما بقي معهم شيء. ثم علاوة على ذلك وأشد من ذلك كفرهم، كفر اليهود بعيسى عليه السلام وكفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، لأنه لا يجوز التفريق بين الأنبياء فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا دين اليهود والنصارى، تفريق بين الأنبياء فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم، تفريق بين الكتب، كتب الله المنزلة. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله من جميع الكتب قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه.
أم تقولون إن إبراهيم أبي الأنبياء وإسماعيل وإسحاق إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هؤلاء كلهم من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإسماعيل ابنه وإسحاق ابنه ويعقوب حفيده ابن ابنه، ثم بقية الأنبياء من ذرية هذين النبيين الكريمين إسماعيل وإسحاق. فمحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وبقية الأنبياء من ذرية إسحاق الأسباط، وهم أولاد يعقوب. الأسباط أولاد يعقوب الاثنى عشر. تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم أولاد يعقوب. وكذلك من جاء من الأنبياء من بعدهم من بني إسرائيل كموسى وهارون والأنبياء إلى عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل، كلهم من ذرية إسحاق عليه السلام، وأبوهم جميعا هو إبراهيم، ولهذا يقال له أبو الأنبياء وإمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. كانوا هودا كما تقول اليهود، إن إبراهيم وغيره من الأنبياء على دين اليهود، أو نصارى كما تقول النصارى إنهم على دين النصارى، وهذا كذب، فلم يكونوا لا على دين اليهود ولم يكونوا على دين النصارى، وإنما كانوا على دين الإسلام الذي هو الإخلاص لله عز وجل في العبادة واتباع ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فكيف تحدثون في أديانهم المحدثات والتغييرات؟ تقولون عزير ابن الله، تقولون الله فقير ونحن أغنياء، تقولون يد الله مغلولة، تقول النصارى المسيح ابن الله، هل هذا من دين الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا من دين هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا والله، وإنما هذا من اختراع اليهود والنصارى، وينسبونه إلى أنبياء الله كذبا وزورا وبهتانا، لكن الله لهم بالمرصاد، فقد فضحهم سبحانه وتعالى بهذا القرآن العظيم الذي جعله تبيانا لكل شيء، وجعله مهيمنا على الكتب قبله، فضحهم الله سبحانه وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول، الله جل وعلا يقول هؤلاء الأنبياء ليسوا يهودا ولا نصارى، وإنما كانوا حنفاء، وأنتم تقولون إنهم يهود. اليهود يقولون إن هؤلاء الأنبياء يهود، والنصارى يقولون إن هؤلاء الأنبياء نصارى، فأيهما الصحيح، قول الله جل وعلا أو قولكم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الإنسان لا يقول قولا إلا عن علم، أما القول بلا علم فهو كذب وافتراء. أأنتم أعلم أم الله؟ الله قال إنهم ليسوا يهودا ولا نصارى، وأنتم تقولون إنهم يهود ونصارى، والقول لا بد أن يكون عن علم، فهل عندكم علم بما قلتم؟ أأنتم أعلم أم الله جل وعلا؟ لا أحد يقول إن أحدا أعلم من الله سبحانه وتعالى. فهذا خصم لهم ويبطال لحجتهم ودعاويهم الباطلة، أأنتم أعلم أم الله؟ ثم قال جل وعلا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله.
قال العلماء يحتمل هذا معنيين. المعنى الأول كتم شهادة عنده من الله. ما هي الشهادة؟ أن اليهود والنصارى يعلمون أن إبراهيم وأن هؤلاء الأنبياء ليسوا يهودا ولا نصارى، يعلمون هذا ويشهدون به، لكنهم كتموه وقالوا إنهم يهود أو نصارى، هذا من كتمان الشهادة. أنهم كتموا الشهادة التي عندهم أن هؤلاء الأنبياء على دين التوحيد وليسوا يهودا ولا نصارى، هم يعلمون ذلك لكنهم تظاهروا بخلافه وجحدوه، هذا كتمان للشهادة. والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. سبحانه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اليهود والنصارى يعلمون الحق، محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تابع لهم، لكنهم كتموا هذه الشهادة وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا قول. القول الثاني ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذه الشهادة ما هي؟ الشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه موجود عندهم في التوراة والإنجيل، موجود ذكره وخبره عندهم في التوراة والإنجيل، يقرؤونه ويدرسونه ويعلمون أنه سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل من صميم العرب، يعلمون هذا في كتبهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذه الشهادة التي كتموها هي الشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القول الثاني. القول الأول أن هذه الشهادة هي شهادتهم أن هؤلاء الأنبياء ليسوا يهودا ولا نصارى وأنهم حنفاء موحدون، ولكنهم كتموا هذا وقالوا إنهم يهود أو نصارى، هذا كتمان للشهادة التي يعرفونها ويعلمونها. ومن أظلم أي لا أحد أشد ظلما ممن كتم شهادة، كتم أي أخفاها، أخفى الشهادة ولم يظهرها عند الحاجة إليها. ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا وعيد، هذا وعيد لليهود والنصارى الذين صدرت عنهم هذه الأقوال الباطلة وكتموا ما عندهم من الحق كفرا وعنادا وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم
وأصحابه وأتباعه من المسلمين حسدوهم وهم يعلمون أنهم على حق. فالله جل وعلا ليس بغافل عن صنيعهم وسيجازيهم على هذا الكتمان للشهادة وهذا العدوان في حق الأنبياء والمرسلين. الله جل وعلا وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم سبحانه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وما الله بغافل عما تعملون، هذا وعيد شديد على من كتم الشهادة التي عنده التي تبين الحق وكتمها لغرض من الأغراض، إما لحسد وإما لعناد وإما لطمع دنيوي. فالله جل وعلا ليس غافلا عن هذا الكاتم للشهادة. والشهادة الشهادة بالحق لا بد من أدائها إذا طلبت واحتيج إليها، لأنها يحصل بها بيان الحق من الباطل ويحصل بها فصل النزاع بين الناس. فمن كان عنده شهادة سواء كانت شهادة لله عز وجل في دين الله أو شهادة للمخلوقين في حقوقهم وخصوماتهم، فإذا احتيج إلى هذه الشهادة فإنه يجب عليه أن يؤديها ولا يسكت عليها ويترك الحق يضيع من صاحبه. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ثم قال سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت. هؤلاء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة قد خلت، يعني مضت بينكم وبينها وقت طويل، فلماذا تزعمون أنكم تنتسبون إليهم وأن انتسابكم إليهم يكفي في شرفكم وفي فضلكم على الناس بدون عمل صالح ودون اتباع لهؤلاء الأنبياء؟ هذا لا ينفعكم، مجرد الانتساب إلى الأنبياء، لأن عمل الأنبياء لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كل له عمله. فلا ينفعك عمل أبيك أو عمل جدك أو عمل قريبك، هذا لا ينفعك عند الله، وإنما ينفعك عملك أنت. فلا تتكل على عمل غيرك، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فلا ينفعكم يا معشر اليهود والنصارى انتسابكم إلى الأنبياء وترككم للعمل، فإن هذا لا يغني شيئا عند الله سبحانه وتعالى. لها ما كسبت، يعني لهم أعمالهم، ولكم ما كسبتم، لكم ما عملتم. وهذا فيه رد على الذين يتوسلون بالأنبياء والصالحين، الذين يتوسلون بالأنبياء والصالحين في دعائهم، يقول أسألك بفلان
أو بنبيك أو بعبدك الصالح أو بوليك فلان أن تغفر لي، هذا التوسل لا يجوز، هذا باطل، لأن هذا الشخص الذي تتوسل به عمله له، صلاحه له، ولا ينفعك التوسل به إذا لم يكن لك عمل صالح أنت قدمته لنفسك. فهذا فيه إبطال التوسل بالأنبياء والصالحين والأولياء، وأن الإنسان يعتمد على عمله ولا يعتمد على عمل غيره، لأنه لا يفيده شيئا عند الله عز وجل. تلك أمة قد خلت، يعني مضت بأعمالها، لها ما كسبت، أعمالها لها ليست لكم، ولكم ما كسبتم، أعمالكم لكم. وإذا لم يكن لكم أعمال صالحة فإن أعمال غيركم لا تنفعكم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية وما بعدها في شأن تحويل القبلة في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فقد كان الأنبياء من بني إسرائيل يتوجهون إلى بيت المقدس في صلواتهم، وكان هذا حقا، هذا شرعه الله لهم سبحانه وتعالى. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس، كان يصلي إلى بيت المقدس، لأنه لم يؤمر باستقبال الكعبة، وإنما كان يصلي إلى بيت المقدس. ولما فرضت عليه الصلاة، الصلوات الخمس ليلة المعراج، صلى في مكة الصلوات الخمس وكان يستقبل بيت المقدس، لكنه يحب صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة، لكنه لم يؤمر بذلك، وهو لا يفعل شيئا ولو كان يحبه لا يعمله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فكان يصلي في مكة إلى بيت المقدس، لكن كان يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، يكون جنوبي الكعبة، فتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس من حبه لاستقبال الكعبة، فيجمع بين الأمرين، استقبال بيت المقدس وتكون الكعبة أمامه عليه الصلاة والسلام. ثم لما هاجر إلى المدينة استمر على هذا 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، هو وأصحابه صلون إلى بيت المقدس، لأنه لم ينزل عليهم أمر باستقبال الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب ويحب أن يصلي إلى الكعبة، لأن الكعبة قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما بيت المقدس فإنه قبلة أنبياء بني إسرائيل، قبلة أنبياء بني إسرائيل، فكان يحب قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن لم يؤمر بذلك فاستمر على استقبال بيت المقدس، حتى أنزل الله عليه الأمر استقبال الكعبة عليه الصلاة والسلام.
نزل عليه الأمر وهو يصلي بالناس متوجها إلى بيت المقدس. في أثناء الصلاة لما نزل عليه الأمر باستقبال الكعبة تحول وهو في الصلاة إلى الكعبة، وتحول المصلون معه، داروا معه إلى الكعبة، ولم يعترضوا على أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم لماذا، لأنهم مقتدون ومتبعون وليس عندهم شك في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يدورون مع الرسول حيثما دار ولا يعترضون، هؤلاء هم أهل الإيمان. ولما بلغ الخبر إلى أهل مسجد قباء، بلغ الخبر إلى أهل مسجد قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس، بلغهم الخبر في الصلاة، جاءهم رجل وهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد لقد حولت القبلة إلى الكعبة، فداروا وهم في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة إيمانا بالله ورسوله، ولم يعترضوا ولم يتساءلوا. هذا هو الإيمان، الإيمان أن تطيع الله ورسوله بدون اعتراض وبدون تساؤلات، لأنك عبد مدبر مأمور، فإذا أمرك الله أو أمرك رسوله بشيء فقل سمعا وطاع، سمعنا وأطعنا. فلما سمعوا الخبر أن الكعبة حولت داروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، هذا هو الإيمان. لكن هناك أناس ليس عندهم إيمان وهم السفهاء، سيقول السفهاء، والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل، خفيف العقل، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما هو الذي صرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة؟ يا سبحان الله، ما ولاهم؟ الله هو الذي ولاهم سبحانه وتعالى، وهم أطاعوا ربهم عز وجل وانقادوا له، هذا هو الإيمان. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ما هو السبب أنهم يتحولون من بيت المقدس إلى الكعبة؟ ما هو السبب؟ هذا سؤال السفهاء الذين يعترضون على تشريعات الله وأوامره ونواهيه. فكل من يسأل مثل هذا السؤال فهو سفيه، وإن كان يزعم أنه من أعقل العقلاء فهو سفيه. هذه مقالة اليهود ما ولا، والمنافقون أيضا، فيه ناس في المدينة آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا ولكنهم في الباطن لم يؤمنوا، وهم المنافقون. آمنوا في الظاهر مجاملة ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين، لكنهم في الباطن على الكفر، لم يؤمنوا بقلوبهم وإنما آمنوا بألسنتهم فقط، صاروا مثل اليهود. لما حولت القبلة سألوا هذا السؤال مثل ما سأل اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم؟ يقولون إن محمد كان متحيرا، تارة يصلي كذا وتارة يصلي كذا، كان متحيرا في أمره، هكذا يقولون، ما هو على صواب، وإنما تارة كذا وتارة كذا. هذه مقالة اليهود، واليهود يعلمون علم اليقين أن قبلة هذا الرسول هي الكعبة، لكنهم يتظاهرون بالإنكار حسدا وعنادا. والمنافقون يقولون هذا لأنه ليس في قلوبهم إيمان
وإنما يتظاهرون بالإيمان كذبا وزورا. سلام عليك. سلام يا شيخ. وإنما يتظاهرون بذلك كذبا وزورا. فلما جاء الابتلاء والامتحان كشفهم الله سبحانه وتعالى وسماهم سفهاء، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. شوف الفرق، أهل الإيمان داروا في الصلاة ولم يتأخروا إلى ما بعد الصلاة، أما أهل الكفر والنفاق فإنهم يتساءلون لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون تشويه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا رد الله تعالى عليهم؟ رد عليهم بقوله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجميع الجهات المشرق والمغرب كلها لله سبحانه وتعالى، كلها ملك لله، يوجه إليها من يشاء من عباده، وعلى العبد أن يمتثل سواء وجه إلى المشرق أو وجه إلى المغرب أو وجه إلى الشمال أو وجه إلى الجنوب، يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعبد الله ويمتثل أمر الله ولا يعبد الجهة، لا يعبد الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب، إنما يعبد الله سبحانه وتعالى، يدور حيث دار أمر الله جل وعلا. قل لله المشرق والمغرب. فالاستقبال ليس متعلقا بالجهة شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، وإنما هو متعلق بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أمرك أن تستقبل بيت المقدس تستقبل بيت المقدس، إذا أمرك أن تستقبل الكعبة تستقبل الكعبة، لأنك عبد مأمور، ليس لك اعتراض على الله سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب. قال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فالأمر ليس يتعلق بالجهات وإنما يتعلق بأمر الله، والعبد ليس له أن يعترض ويتساءل، بل عليه أن يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا، هذا هو المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع آمين. والعمل الصالح آمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا آمين. واجعله لوجهك خالصا آمين. ولا تجعل فيه لأحد شيئا آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان آمين. وزينه في قلوبنا آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق آمين. والعصيان آمين. واجعلنا من الراشدين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انصر دينك وكتابك آمين. وسنة نبيك وعبادك المؤمنين آمين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق آمين. الذي وعدت ظهوره على الدين كله آمين. ولو كره المشركون آمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا آمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا آمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا آمين. اللهم اهدهم سبل السلام آمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين آمين. غير ضالين ولا مضلين آمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم ول علينا وعلى المسلمين خيارنا آمين. واكفنا شر شرارنا آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا
من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما تعليقكم على ما أصدرته جمعية نسائية في الجزائر حول إلغاء حكم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا إلغاء لحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله عز وجل. فالذي يلغي حكما من أحكام الشريعة ويحل مكانه حكما بشريا قانونيا أو نظاميا فإن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا الحكم الذي صدر هذا حكم الطاغوت، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرضى به أو أن يحكم به. نعم. يقول: هل يجوز رفع اليدين في التكبير على صلاة الجنازة للمأمومين؟ نعم، يستحب رفع اليدين مع التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة، هذا هو الأصل في التكبير، وهذا عمل السلف الصالح أنهم يرفعون أيديهم مع التكبيرات في صلاة الجنازة. نعم. هل يجوز أن يخبر عن ليلة القدر إذا رآها الإنسان في نفس الوقت؟ هذا لا يعلمها، ليلة القدر أخفاها الله جل وعلا ولا يعلمها أحد، من أجل أن يجتهد الناس في العبادة في جميع الشهر. لكن قد بعض الناس قد يرى علامات في بعض الليالي، وهذه علامات ظنية ما هي بيقينية، الله أعلم، فلا يخبر بها الناس لأنها ليست يقينية، والله أخفى ليلة القدر سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يعلمها أحد، بل على المسلم أن يجتهد في جميع الليالي ولا سيما الليالي العشر الأواخر، فإنها في رمضان، هي في رمضان وهي في العشر الأواخر آكد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأواخر ويزيد في العشر الأواخر تهجدا وعبادة أكثر من غيرها، ويعتكف في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. أما أن أحد يعلم ليلة القدر في أي ليلة فهذا غير صحيح. نعم. هل يجوز مس الكتب التي تحتوي على آيات قرآنية ككتب الفقه مثلا من غير طهارة؟ نعم، لا بأس، لأنها ليست مصاحف، هذه كتب تفسير، كتب حديث، كتب لغة، ولو كان فيها آيات هي ليست مصاحف، إنما الممنوع مس المصحف من غير طهارة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. جاء في الحديث أن الرجل إذا توضأ في بيته يوم السبت وخرج وصلى في مسجد قباء كأنما أتى بعمرة، ما صحة هذا الحديث؟ حديث صحيح، الحديث صحيح. ولما أنزل الله قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. كان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي في مسجد قباء. نعم. هل للعمرة طواف وداع، مع العلم أننا سوف نمكث بمكة 3 أيام؟ الصحيح أنه ليس للعمرة طواف وداع، إنما هذا للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج بطواف الوداع ولم يأمر المعتمرين بذلك. نعم. إذا كنت في المنزل وحدي وطرق الباب، فهل يجوز أن أقطع صلاتي وأفتح الباب؟ لا يجوز أن تقطع صلاتك، لكن تتنحنح حتى يشعر المستأذن أنك في صلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا استأذن عليه علي رضي الله عنه وهو يصلي، كان يتنحنح حتى يعلم علي أنه يصلي فينتظر. نعم. يقول: ماذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حول بركة الطعام، هل في آخره أو أوله أو وسطه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدرون في أي طعامكم البركة، فالإنسان يعمل بالآداب الشرعية في الطعام، يسمي في بداية الطعام ويأكل مما يليه ويترك ذروته، هذه هي الآداب الشرعية في الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدرون في أي طعامكم البركة، وأمر بلعق الأصابع بعد نهاية الأكل، لأنه ربما تكون البركة فيها أيضا. نعم. كان أخي يقود سيارته في الطريق، وجاء صاحب سيارة أخرى وتجاوزه في الطريق، فلما تجاوزه قدر الله عز وجل أن انقلبت سيارة هذا الرجل أمام سيارة أخي، فاصطدمت سيارة أخي بسيارة هذا الرجل، وكانت النتيجة موت صاحب هذه السيارة، هل على أخي فدية أو كفارة؟ هذا حسب تقرير المرور، الذين يضبطون الحادث هم يقررون نسبة الخطأ من هي عليه، ويرجع إلى قولهم في هذا لأنهم أصحاب الشأن، فإذا حكموا أن الخطأ مشتركا بين الاثنين كانت الكفارة على الاثنين، كل واحد عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، كذلك الدية كل واحد يتحمل نصيبه من الدية. وإن كان الخطأ على واحدا فقط 100% وليس على الثاني خطأ، فيتحمل الذي عليه الخطأ، وأما الذي ليس عليه نسبة من الخطأ فليس عليه شيء، هذا يرجع فيه إلى تقرير المرور.